اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده يوم مش عادي، والنهارده حلقتنا مميزه، بنحتفل بيوم اليتيم. انا بقول لكل حد فقد والدته او والده، احنا النهارده بنحتفل معاكم ببرنامج انا وماما، وبنقول لكم احنا لازم نبقى افضل ونشوف مستقبلنا احسن ونعمل كل الحاجات الايجابيه في حياتنا، لان هم بيبقوا حاسين بينا وشايفيننا وبيبقوا مبسوطين بالحاجات الحلوه اللي احنا بننجح فيها في حياتنا. ازيك يا استاذه توته؟ ازيك يا ماما؟ ازيكم كلكم طبعا. وماما عملت لكم النهارده فته، وانا عامل لكم اكله جميله جميله جميله. طب هتعملي لنا ايه؟ يلا قولي. ام علي. ام علي، الله، دي حاجه حلوه جدا. طيب قولي لنا المكونات بتاعتك ايه. زبيب، مكسرات، ايوه، سكر، فانيليا، رقاق، ام علي، لبن. طب حلو قوي يا توته. وبس يا ماما، وقولي مكوناتك انت وابدأ اكلي. هقول لكم المكونات بتاعتنا. احنا اللحمه بتاعتنا والبوكي جرنيه اللي احنا متعودين ان احنا بنسلق بيه اللحمه، بصل، ثوم، صلصه، رز، والصلصه بتاعتنا اللي هي الطماطم اللي احنا بنعصرها، والعيش بتاعنا متقطع، والزيت والملح والفلفل والبهارات بتوعنا. اول حاجه هنعملها هنا هنحط الزيت بتاعنا. طبعا ما ينفعش نكتر يا ماما عشان الدهون اللي فيه وبتجيب كوليسترول. لا، هي الفته يعني زبده يعني زيت، يعني ايه، بنظبط الدنيا كده، بس على قد ما بنقدر ما بنحطش كتير كده. تمام، حطينا يا توته. ناخد كده، نجيب حاجه البسها ده. هتبل اللحمه بتاعتي. الله، انا بحب التتبيل، انت عارفه. خدوا مكان الام، نضفوا، عملوا اكل، عملوا يعني خدوا مكان الام، مش الام بس اللي تتعب. ايوه، بصوا شكل اللحمه يا توته اهي. انا نزلتها بالخضار بتاعي عشان تاخد طعم من الخضار وهي بتتشوح معاها. تمام، طبعا ايه حاطين ايه، هو البوكيه جرنيه بتاعنا اللي هو الكرفس والبصل والثوم والجزر، يبقى فيه كرفس وجزر وثوم وبصل جوه الحاجات مع اللحمه، هو ده البوكي جرني بتاعنا. تمام، انا هبدا اشوح كده لحد ما تاخد لون، وبعدين انزل يا توته بالميه بتاعتي. طيب انا عشان اكسب وقت، وانتوا عارفين ان الفته ليها، تبداي تعملي الرز. هبدا اعمل حاجه ثانيه واحنا بنشوح اللحمه مع بعض. اكيد الرز، صح؟ صح يا ماما؟ احنا ممكن نعمل الرز الاول. اولا بنحط الزبده، صح يا ماما؟ في ايه؟ في الرز. انت عايز تقولي الوصفه بتاعتي. تمام. أيوه. ونبدا نحط الرز. طيب نحط شويه زيت ونبدا نقلبه. تمام. ايه ده؟ هو احنا ما نحطش زبده؟ لا، بنحط زيت وزبده عشان نشوح بيهم الرز. الاثنين. بصي يا توته، اللحمه بدات تتشوح اهي. اهي. في حاجة بقى، أنا عن نفسي شخصيا ما بحبش اللحمة قطع كبيرة زي ما أنا عاملاها كده، بعملها قطع صغيرة، بتساعدني الأول في التسوية، ولما باجي أحمرها، لما باجي أعملها كده بحمرها هنا وبعدين بحط أضيف عليها المية، ما بحتاجش أحمرها تاني، لأن هي بتبقى أخدت التسوية بتاعتي، بتبقى طرية وفي نفس الوقت مديها اللون بتاعي وأنا بشوحها في المرحلة دي. طبعا أنا عاملاها زي ما قلت لحضراتكم كده عشان خاطر الناس كلها تقول لي ايه ده، في فته بحته لحمه صغيره بالمنظر ده، بس هو ده. بس طبعا ده اختياري، واللي حضراتكم عايزينه هو اللي انتوا هتعملوه. طيب الحله بتاعتي سخنت، اللي انا حاطه فيها الزبده والزيت، هنزل بالرز بتاعي اهو، وهنبدا نحط المكونات بتاعتنا. اقول لكم المكونات تاني عشان تفتكروا معايا كده وتصححوا. بتصحصحوا؟ صحصحي انت يا توته. انا نسيت حاجه اقولها لكم. ايه؟ كريم جانتي في الثلاجه. ايوه. وهنبدا بقى يا ماما نلبس حاجه في ايدينا عشان ما ينفعش نبدا من غير. طيب احنا شوحنا الرز بتاعنا، انا هشيله من على النار لسبب واحد. ايه هو يا توته؟ ايه؟ ان انا عايزه اخد الشوربه بتاعتي اشرب منها الرز.
يبقى انا مديه الطعم في الفته بتاعتي من شوربه الرز وهنحطه على العيش بتاعنا، يبقى احنا واخدين الشوربه بتاعتنا مستخدمينها في الاكله كلها. دي طريقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا هزود ميه عشان اول غلوتين هتغلي الشوربه بتاعتي هبدا اخد منها للرز. كده تمام كده. انا هغطي الحله بتاعتي هنا بس هديها شويه فلفل اسود. طبعا الدنيا هديت جدا. ايوه تش 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 وبعد كده مفيش صوت خالص. هبدا اجيب طاسه احمر فيها العيش بتاعي. في حاجه بقى عايزه اقولها على العيش. العيش في اغلبيه الناس بتعمل ايه؟ بتاخده تحطه في الفرن. انا بصراحه من الناس المحبه ان انا احمره على البوتاجاز. تمام؟ انا اخدت شويه زيت واخدت زبده. حلو كده يا توته معايا انت في الاكله دي. انا بعملها بكل حب النهارده وبتمنى كل الناس اللي بتتفرج علينا تبقى مبسوطه وبحاول اشارككم على قد ما اقدر باليوم النهارده. ويا رب يا رب يا رب كل اللي بيتفرجوا علينا يبقوا يعني مبسوطين وسعداء ومش ناقصهم اي حاجه. انا اهو حطيت العيش بتاعي وهسيبه يتشوح براحته والزبده لسه بتسيح معاه. طيب يا توته فاضلنا ايه كده في الفته؟ الصلصه. في حاجه بقى انا كل ما باجي لجزء من الفته بتكلم عنها. الصلصه بتاعتي كل الناس متعوده بتعملها بالثوم والخل بس وبنحط عليها صلصه الطماطم بتاعتنا. المره دي في ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده ان احنا بنحط بصل. في ناس كتير تقول لك بصل. اولا البصل بيضيف تسكيره حلوه قوي للصلصه بتاعتي غير المعتاد بتاعنا ان احنا بنعمله بطشه الثوم بتاعتنا العاديه. فجربوها بالبصل هتعجبكم هتضيف لكم طعم جديد وحلو. جربوا وشوفوا مش تخسروا حاجه. تمام. انا هبدا كده بس اقلب العيش بتاعي. طبعا انا بكتر على قد ما اقدر عشان دول اساسا اهم يعني اهم الاكل نفسه. ايوه انا هعمل كده. انا جايباكم الكريب ومن المطحون الاثنين يعني. انا سايبه العيش اهو بتشوح. هولع نار تانية يعني افتح نار كده عشان اجيب ابدا في الصلصه بتاعتي. ثواني. هنحط هنا زيت. وهنحط مكعب زبده. اخر مكعب زبده خلاص عشان عارفه ان الزبده النهارده كتير. وهنجيب معلقه نحط فيها الثوم. في بقى حاجه عايزه اقولها بالنسبه للصلصه. يا ماما الزبده اللي الفته بتحب الزبده جدا وماما بتحب الزبده زيها بالظبط. احنا بس مستنيين الزبده بتاعتنا تسيح. عايزه اقول معلومه تانية عن الطشه بتاعه الفته. الطشه بتاعه الفته في ناس كتير بتحط الصلصه مع الثوم وبتسيبها وترجع تعمل بتحط الخل بعد كده. لا انا يفضل ان احنا نحط الثوم والخل مع بعض مع الزبده ونعمل لها زي طشه بالصلصه الطماطم عشان ده بيدينا طعم احلى في الاكله. دي لما اجي في الاخر واعملها. انا كده كده بعمل طشه في الاخر اللي هي بالكزبره اللي هي بتتحط على وش الفته. فانا بحب احط الخل في الاول. جربوها برضه. بس انا حطيت هنا معلقه كبيره من الثوم. خلي بالنا من الثوم في الفته عشان احنا بنكتر وبعد كده طبعا هنحط ايه في الصينيه؟ هنحط اللبن، هنحط الفانيليا، هنحط السكر. هجيب لك حاضر يا توتا الكريب جونتي. حاضر ثواني بس. اقعدي انت متحمسه كده لاكلتك وسيبيني انا في اكلتي. ماشي اهو احنا كده بنشوح الثوم والبصل في الزبده والزيت بتوعنا. تمام خلاص احنا قربنا نخلص هنا والشوربه بتاعتنا هي بدات تغلي كده. يبقى قربنا نخلص التوته الطبق بتاعنا اللي هو طبق الفته. انا يا ماما ايوه عايز اروح بقى. تروحي انت ولا اروح انا؟ تروحي انت. ايه اجيب لك؟ حاضر. او انا اروح اجيب. انا عايزه بس اشيل العيش هنا اهو اتحمر خلاص اهو. بصوا مقرمش ازاي اهو. لسه لما اجي احط عليه الشوربه بتاعتي هوريكم حاجه بعملها برده في الاخر معاه كده. انا ممكن انقل الشوربه. طيب انا هروح بقى يا ماما اجيب. لا انا هجيبه لك يا حبيبتي. ثانيه واحده انا عايزه اجيب الرز بقى عشان دلوقتي هبدا اشربه اهو كده. بدات تحمر معايا اهي تاخد لون اهو.
طبعا انا مش عايزه البصل يتحمر قوي، عشان لما البصل بيتحمر قوي بيمرر شويه، فانا عايزاه يبقى واخد لون سكري حلو كده. وهننزل بالصلصه والطماطم بتاعتنا. انا هجيب بقى حاجه نشرب الرز كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ريحه الشوربه تحفه يا توته. شامه؟ شامه معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده كده. بص بقى اللي انا بعمله في اللحمه ده بيدي طعم حلو قوي وبيفيدني ببقيه الاكله بتاعتي. شايفه يا توته؟ تعلمني بقى. كده اهو، هضيف بقى شويه شوربه تاني اهو بس، وهنحط الملح بتاعنا بس كده. نديله تقليبه ونقفل عليه. نجيب الغطا بتاعنا كده. الرز بتاعنا خلاص اهو، هقفل على اللحمه بتاعتي، هسيبها تكمل سواها براحتها. نرجع بقى للصلصه بتاعتنا اهي، اخدت لون حلو. الثوم مع البصل، هجيب معلقه. مركزه معايا يا توته ولا لا؟ اه طبعا. وهاخد معلقتين صلصه كده، واقوم حطاهم على البصل والثوم بتاعي، اقلبهم. كبرت شويه ماما فممكن اقلبها. دي بقى الحاجه الجديده اللي هنعملها دلوقتي، ان احنا نحط شويه الثوم على شويه الثوم والبصل بتوعنا وشويه الصلصه، هنحط معلقه خل كده. شم يا توته ريحه الثوم الخل؟ اه طبعا يا ماما، ريحته جامده جدا اهي. هننزل بصلصه الطماطم. كده يا توت انا قفلت كل الحاجات. الدنيا هاديه. طلعينا فاصل بقى يا توته، ونرجع من الفاصل نكون هنقفل الفته بتاعتنا وبعدين نشوف اكل التوته. نطلع فاصل نرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم من الفاصل، وهنقول مع بعض احنا عملنا ايه في الفته بتاعتنا. عملنا اللحمه بتاعتنا، اخدناها مع البوكيه جرنيه، نزلناها في زبده وزيت وشوحناها كويس قوي، ونزلنا عليها بالميه وحطينا لها ملح وفلفل وسبناها تغلي مع نفسها. واخدنا رز شوحناه في سمنه وزيت زي ما احنا متعودين يا توته، وبعدين شربناه بالشوربه بتاعت اللحمه بتاعتنا. ماما اتفضلي. خدتيني. الفلفل ما بيحبش الفته. ماشي. لا، بمناسبه بقى ان الفلفل ما بيحبش الفته، فكرتيني بحاجه مهمه جدا انا بعملها في البيت. الصلصه بتاعتي انا لما باجي احط الصلصه زي ما احنا شايفين كده بتغلي، لازم نحط الفلفل. باخد قرن فلفل حامي وبحطه في الصلصه. طب ليه حامي بقى؟ ليه يا توته؟ بيديني ريحه حلوه قوي في الصلصه. جربوها برده دي، انا على طول في البيت بعملها. اي طبيخ بعمله يعني، اي صلصه بطبخها، بسلة، فاصوليا، اي صلصه بعملها في البيت بسبكها، بحط معاها قرن الفلفل ده. والله والله بيدي تيست عالي جدا وبيدي طعم حلو قوي. ماشي يا توته؟ احنا كده قلنا اللحمه وقلنا الرز بتاعنا، وجبنا صينيه زي ما انتم شايفين وحطينا فيها الزبده والزيت وشوحنا معاها العيش زي ما احنا قلنا في الاول الحلقه. اللي حابب يحطها في الفرن ويعمله في الفرن مفيش مشكله، بس انا بحب اعمله على البوتاجاز. بصوا مقرمش اهو، سامعين القرمشه بتاعته، وبيبقى حلو جدا. حلو كده. جينا بقى للصلصه، قلنا ان احنا متعودين ان احنا بنحط الزبده والزيت والثوم بتاعنا بس. انا حطيت المره دي البصل. في ناس كتير مننا حته البصل دي جديده بالنسبه لها، جربوها برده هتعجبكم. حطينا البصل مع الثوم مع الزبده وشوحناهم كويس قوي لحد ما ادونا لون سكري، وحطينا عليهم الصلصه والخل بعد الصلصه على طول، ده مهم جدا، وشوحناهم مع بعض. وبعدين حطينا عصير الطماطم بس كده، والقرن الفلفل بتاعنا اللي احنا حطيناه.
هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد شويه فلفل اسود بس احطهم على الصلصه بتاعتي اهو. ايه ده؟ شويه بهارات. ماما نعم. مش انت عارفه ان الفلفل ما بيحبش الصلصه؟ لا بيحب الصلصه. انت اللي عايزه تطلعي ان الفلفل ما بيحبش الصلصه. ايوه بيتخانقوا مع بعض. بس هي تقطع كده. انا فضيت لك. احنا ممكن بقى نبدا في الطبق بتاعك. يلا يلا قولي لي المعالي بتاعتك بقى الجميله دي. هنسيب بقى طبعا الحاجه اللي هتتحط على النار دلوقتي ونبدا في التاني. ماشي. طبعا معانا كريم جانتي ماما جابتهولي. طبعا الدخان ده ريحه جميله عظيمه جميله. الله. البخار ده يا توته هو سر الاكل بقى. ان في حاجات على البوتاجاز كده شغاله وروائح تطلع حلوه كده. الروائح بتاعتنا طالعه حلوه. يلا قولي لي انا جبت الحله بتاعتي. اهي حطي ايه؟ طب بالراحه بس. نص كميه اللبن يا توته. ايوه ماشي. حطي نص كميه اللبن. ايوه شايفين؟ بالراحه على مهلك. هنحط شويه سكر وشويه فانيليا كده ونغليها بقى يا ماما. ماشي اجيب لك حاجه تقلبي بيها. ممكن تاخدي دوت اهو. طبعا انت دوبي الحاجات بتاعتك في بس بعض. ام علي بتحب عامه يا ماما الفانيليا جدا. صح. عرفي؟ لا انا عارفه المعلومه دي شاطره. كلها عشان كده هنحط الفانيليا كلها. ماشي قلبي يا توت. اللي بحبه كده تقليبة. طيب ممكن تجيبي بقى عشان احطهولك على النار. ماشي يا ماما ادهولك بقى تقلبهولي على النار. لا انا هحطهولك بقى يسخن. ايوه قلبهولي يعني على النار كده. يلا شكرا. طيب احنا بنسخن اللبن بتاعنا اهو. انا مش عايزه بس احط شويه زبيبه عشان عايزه ازوق بيه قدام. ريحه الصلصه حلوه جدا يا توته. طبعا الثوم مع البصل مع الخل مع التوابل اللي احنا حطيناها مع القرن الفلفل بتاعنا الحامي ده هيدي طعم تحفه والله. جربوه هيعجبكم. والرز خلاص اهو قرب يستوي. انا عايزه اقول بقى حاجه عن الرز. هو لونه طبعا غير الابيض بتاعنا الطبيعي. ليه؟ عشان الشوربه بتاعتنا احنا مدينها خضار ومدينا تحميره فطبيعي ان هو هيغمق شويه عن الطبيعي كده. بس هيبقى طعمه مختلف وحلو جدا اهو. بصوا الفلفل ازاي هطفي عليه واسيب البخار بتاعه بقى يكمل سواه. بس كده احنا كده طفينا على الرز والصلصه بتاعتنا خلاص. طب يا توته اللبن بتاعنا سخن اهو بدا يغلي. انا هحطه لك بس انت هتحطيه على ايه؟ ينفع بس كبايه كده؟ ممكن احطها عادي. طيب بالراحه بس عشان انا خايفه عليكي تتلسعي. ايوه طبعا زي ما انتوا شايفين شكله جميل جدا. شاطره اهو. واحده واحده. لا عملت ام علي ليه؟ عشان دي افيت حاجه طبعا. طيب قولي لنا بقيت طريقتك بقى هتعملي ايه؟ طيب انا خلاص الرز بتاعي انا هسيبها عشان هي حابه تعمل طبقها بمزاجها وبراحتها. وانا مقتنعه ان توته لازم تشتغل مع نفسها وتتعلم الموضوع ده. انا مش هاخد. انتي معلماني ماما؟ انا معلماكي بس برضو بساعدك عشان لو في حاجه. طيب احنا هنا رجعنا للعيش بتاعنا تاني بنسخنه تسخينه لان احنا لازم يبقى سخن لما نيجي نحط عليه الشوربه. فرجعنا نحطه على النار تاني عشان نشوف هنعمل ايه. بالنسبه لي الصلصه كده تمام خلاص. بس انا سايباها على النار لحد ما نيجي نقفل. بس هي كده حلوه قوي ممكن نستخدمها. خلاص خلصت. حطينا حاجتنا بتاعتنا الملح والفلفل. هي ناقصه حبه ملح بس. حطينا الفلفل الاسود وحطينا البهارات. هناخد شويه ملح توم كده بس كده كفايه يا ماما اهي. تحطي الكريم جانتي. هنحط دي وعليها المكسرات. تمام. حطي بقى ورينا كده واحده بس. حطي كده عايزه. فعلا عايزه اغطيها. مش شرط نغطيها بس نحط معقول يعني. ايوه تمام ممكن نغطيها. العيش اهو بدا يسخن. انا مستنيه يسخن كويس عشان اضيف عليه فص ثوم وبعديها على طول الشوربه بتاعتي. فهيدي طعم احلى للعيش بتاعي. ما تحسش ان انت بتاكل عيش كده اي كلام متحمر وخلاص. لا مش هتحس بطعم الزبده ولا الزيت فيه. بالعكس هتحس بطعم افضل اللي هو الثوم والشوربه بتاعتي. فده مع ده مع ده هيدي طعم حلو قوي للعيش. يبقى انت كل معلقه بتاكلها متطعم بيها طعم حلو. الشوربه متطعمه في العيش. الشوربه متطعمه في الرز. عندي هنا الصلصه بتاعتي عامله لها تيست عالي بالبصل والثوم والخل بتاعي وصلصه الطماطم او عصير الطماطم بتاعي.
هناخد فص ثوم كده مش كتير زي ما اتفقنا اهو، نبدا نشوح معاها كده اهو. الطاجن ده تمام جدا اهو، انا عايزه ازود عليه بس حبه مكسرات. انا مش عايزه الثوم هنا كمان. عندي يا توته مش عايزه الثوم هنا يتحمر، يعني مش عايزاه يحمر، لا انا عايزاه يدبل بس مع العيش كده. ام علي حبيبتي جميله اللي فيها كل فوايد. وهجيب بقى الكبشه بتاعتي. طبعا بس بسك لما حاجه بتفكه جدا بس كده. انا عملت ايه دلوقتي يا توته؟ اخدت كبشه من الشوربه بتاعتي حطيتها على العيش عشان يبقى كده خلاص. انا هقدم الطبق بتاعي او صينيه الفته بتاعتي. هاخد الصينيه بتاعتي كده العيش بتاعي اهو خلاص. هبدا اغرف، هحط العيش في الارضيه. خلصت قبلك يا توته؟ انا خلاص هخلص. عايزه تكسبيني؟ ابدا. بص العيش لونه حلو ذهبي ازاي، وطبعا القرمشه دي اختياري، عايزينه طري قوي هنعمله طري، عايزينه يبقى مقرمش هنقلل الشوربه بتاعتنا. حلو قوي يا توته. هنحط بقى الحبه دول كلهم بس كده. شيل الصينيه دي من هنا. ودي ماما انا عايزه تساعديني في حاجه بعد. اتفضلي يا توته. هخلي دول الفرن بقى قبل ما اكمل. ايوه طبعا. الله يا توته، انا هدخلها اني فرن؟ ادخليها فرني بقى. دخلها هنا وخلاص. نرجع بقى يا توته للفته بتاعتنا. ماشي، نجيب الرز بتاعنا نبدأ نحطه. بسم الله كده. سبتك لوحدك عملتي كل اللي نفسك فيه، طلعتي كل المواد بتاعتك صح؟ بس شطورة. ريحة الفتة تحفة اهو. طبعا ناقص لنا حاجة اللي هي قلنا عليها ايه؟ الطشة اللي احنا بنحطها على الوش. هي مش هتاخد معانا دقيقة على البوتاجاز. بحاول اساوي الصينية بتاعتي بس كده. نحط شوية زيت كده، نحط الزبدة بس كده، نسيبهم يسيحوا. معانا كده الصلصة اللحمة بتاعتي استوت اهي، بصوا وفيها شوربة. انا ممكن اقدم طبق شوربه جنب اللحمه بتاعتي. هناخد معلقه ثوم. نقول خلاص كده معاها، مش عايزه كتير اهو. ايه رايك يا توته في الريحه؟ جميله جميله. احنا لازم ناخد ولادنا في يوم اليتيم ونعلمهم ان هم يشاركوهم يوم زي ده، لان ده شيء بيفرحهم. وانا وتوت هنعمل كده، هنشارك في يوم اليتيم ونبقى معاهم، لان ده يوم مهم جدا لازم كل الناس تشارك فيه. ناخد شويه كزبره كده نشوحه، وهناخد سنه خل بسيطه لازم يعمل الحركه الجميله دي بس كده. كده احنا خلصنا. طفي النار بس. هبدا اخد كله بخار 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 يا جماعه، انا مش شايفه يعني مش قادره اقول لكم. بس يا طفي هتعملي الطشه امتى بقى؟ خلاص احنا عملنا الطشه. ايه انا بس هجيب حاجه اشيل بيها الفرحانه. روحي بصي لي بقى على حبتي الجميله اللذيذه اللي هتعجبك. حاضر. انا طبعا عايزه اعمل حاجه وشايل حبه زبيب ده اللي انتوا ما تعرفوش بقى. حط حبه زبيب كده على الوش بس كده.
هبدا احط اللحمه بتاعتي. تحلي الدنيا شويه زبيب. هي شايله زبيب، انا قلت لكم شايله زبيب عشان تاكله. لا امال شايلاه عشان تحطيه على الوش؟ ايوه. انت حاطه كتير قوي يا توته. لا اهو كده. ممكن يوم اليتيم ده يا توته اي حاجه عندك في البيت، اكله حلوه، عندك حاجات بتاعتك من حاجتك الخاصه تاخديها من دولابك وتروحي بيها، الحاجات دي كلها بتفرق قوي معاهم وبتبسطهم. اقل حاجه بتعمليها في يوم زي ده بتبسطهم وبتحسسهم ان انت مهتمه. طبعا انا قررت انزل ادي يتيمي. نرجع الورق نبدا نحط شويه من الطشه اللي احنا عاملينها دي كده، وحتى على اللحمه بتاعتنا هتدي طعم حلو قوي كده. روحي جيبي لي بقى يا ماما حاجتي الجميله. هخلص الطبق، هخلص صينيه الفته اهو. هو احنا المفروض نحط بحاجه اكبر من كده؟ اه دي كلها بتستوت كده كده. دي حاجه جميله الجو ربيع. طبعا اللي مش بيحب يحط صلصه على اللحمه ده اختياري انا، بس بدي منظر عشان التقديم اهو. طيب انا هاخد شويه بقى من الطشه بتاعتنا دي واحط كده على الوش. الطشه يا ماما بقى بتدي شمخه يا توته للاكله مش قادره اقول لك. اهي كده خلصنا. خلصنا يا توته. دي اكلتنا النهارده. رب تكون عجبتكم الفته. ايه رايك؟ ماما ينفع تجيب لهم علي من الفرن الا علي يتضايق ويتحرق؟ يا لهوي لا ما اقدرش. طبعا اخويا اسمه علي فانا مدلع علي طبعا. الله يا توتة الله. انا هجيب واحد واحد يا توتة عشان ما تلسعش. ماشي عشان ايه نمشي كده بس خلي بالك سخن سخن جدا. الله 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 واخده كده لسعه جميله تستاهل بقك. هو لازم يا توتة الوش يبقى متحمر كده ويبقى لونه ذهبي. خلي بالك الفرن ايه لسعته جميله. الله يا توتة حلو قوي. هاتي يا ماما بناكل بقى فته وبعدين حلي حاجه حلوه. ايوه ماما عامله لكم حاجه. بس بقى يا توتة انا عايزه احط حاجه. ودي اكلتي النهارده ودي ام علي، لالا ام علي هتتحرق وتسيب علي. ودي اكلتنا النهارده يا رب تكون اكل عجبتكم اكلتنا. ماما طبعا عايزه تظبط صلصه. لا مش عايزه ازود صلصه انا عايزه احط تحط الفلفل كده. ودي اكلتنا النهارده يا رب تكون عجبتكم. والاكل لعبتنا والمطبخ حياتنا. استنونا في حلقه جديده. لازم كلنا نحترم الاكبر مننا عشان الصغيرين يحترمونا لما نكبر. كلنا بندعم مبادرة مصر بلا سمنة للدكتورة دعاء سهيل. كريم حسن شحاتة. خبيرة التغذية الدكتورة دعاء سهيل دبلومة التغذية وماجستير التغذية العلاجية وعضو لجنة تحكيم ميس إليجانت. ورجعنا لكم من جديد مع فقرتنا الطبية ومعنا ضيفة فقرتنا دكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية. في الحقيقة دكتورة دعاء كانت حابة ما تكونش بس ناجحة في مجالها أو في تخصصها، لا هي كمان كانت حابة تكون مميزة، عشان كده كانت هي أول وصاحبة مؤسسة فكرة التخسيس أونلاين. يمكن فكرة التخسيس أونلاين دي عملت نجاح كبير جدا وناس كتيرة قوي استفادت منها. هي شوية لعبت على الجانب الإنساني وفكرت من جانب الإنساني، لأن مريض السمنة المفرطة كمان مريض السمنة الموضعية دايما بيكون إنسان كسول شوية ومش عايز يتحرك من مكانه وعايز يخس وهو قاعد جوه بيته. هي بقى حققت المعادلة الصعبة دي، عشان كده احنا النهاردة سعداء جدا ان احنا بقى هناخد منها معلومات كتير وهنعرف هنخس ازاي واحنا جوه بيتنا. بس خلينا الأول نرحب بيها دكتورة دعاء سهيل دبلومة وماجستير التغذية العلاجية خبيرة التغذية العلاجية صاحبة مبادرة مصر بلا سمنة وصاحبة فكرة التخسيس أونلاين. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. منورانا. ربي يخليكي. شكرا. صاحبة فكرة التخسيس أونلاين اللي عمل ضجة كبيرة جدا، بقيتي تخسيسي الناس وهي قاعدة في بيتها، عملتي إيه فيهم يا دكتور بقى؟ كلمينا أكتر.
موضوع زيادة الوزن، ما أنا زاد وزني عشان أنا كسلان، عشان قاعد في البيت، عشان مش بتحرك كتير، علشان أنا يمكن مش عايز، مش عايز خلينا نتكلم، ما عنديش وقت، برجع من شغلي متأخر، ممكن يكون طبيعة عملي ان انا برجع بالليل، فما عنديش وقت اتابع مع دكتور. طيب خلينا نتفق ان خبير التغذية العلاجية ما بيحتاجش دكتوره، يعني ما بيحتاجش انه يشوف مريضه عشان يكشف عليه بسماعة، هو محتاج بس انه يعرف مجموعة من الإجابات عن مجموعة من الأسئلة. انا بالنسبة لي لما تقولي لي ما هو المريض، بالنسبة لي انا هو مجموعة من الديتيلز مدونة فواخداها أنا أو فريقي عن طريق التليفون، طول وزن وسنه والحالة الصحية، لا قدر لا يعاني من ضغط قلب سكر، هل استخدم قبل كده أدوية تخسيس وفشل فيها ولا لا، هل عامل دايت فشل ولا لا، مسبب باله إيه، مشكلته إيه، بيأكل بره البيت جوه البيت، أسباب عديدة بناء عليها بشخص الحالة دي وببعت له الكورس المناسب عن طريق شركة الشحن. حلو جدا. وأسست الفكرة دي والحمد لله من 7 سنوات أنا ناجحة مع شريحة كبيرة الحمد لله يا رب. يمكن 2018 كان لها مبادرة قسمنا بوابة لكل الأمراض والحمد لله نجحت، يعني كتير قوي تفاعل معانا وخس وفقد وزنه وكان بيعاني من ارتفاع في الضغط، الحمد لله ما بياخدش علاج ضغط، كان في ناس عندها مشاكل في السكر والحمد لله ما بقوش بياخدوا أدوية، في ناس كان عندها آلام في العظام وأكثر ما يتألم منه الإنسان الذي يعاني من زيادة وزن هي ألم في العظام في المفاصل لأن الحمل زايد على العظام فبالتالي بيتضرر. أما بيفقد الوزن الزايد بيبقى حل مشكلته. دايما لما يكون في حد متضرر من زيادة الوزن ورجله تتعبه فما يروحش يكشف عند مريض العظام، حضرتك شوف المشكلة فين وحلها، افقد وزنك الأول وكل شيء بعد كده الحمد لله بيتزبط يعني. طيب حلو قوي، نجاحك عمل سبوت قوي جدا وتم اختيارك من يعني من الناس اللي هي بتقيم بقى في المسابقات، يعني عضو لجنة تحكيم ميس إليجانت 2019. من وجهة نظر حضرتك السمنة أسبابها إيه؟ يعني أنا أختار إزاي الإنسان اللي يكون جسمه صح وأقول للإنسان اللي جسمه مليان شوية أنت وصلت المرحلة دي إزاي؟ هو الأسباب التي تدفع الفرد لزيادة وزنه عديدة، في أسباب هو له دخل فيها وأسباب ملوش دخل فيها، يعني أسباب ليه دخل فيها يعني سلوكياته، بياكل إيه، بياكل جانك فود برا البيت، بياكل في وقت متأخر، هل هو بياكل يعني شوكولاتات كتير، مياه غازية كتير، سلوك حياة كده هو له سبب. في على الصعيد الآخر ناس عندها مشكلة في الغدة الدرقية، في ست عندها عاملة استئصال للرحم للمرارة، ومن يعني من يتضرر في الثلاث أعضاء دول داخل جسم الإنسان بيزيد وزنه وهنا بتبقى مشكلة حرق. يعني في أسباب أنا ليه دخل فيها وأسباب ماليش دخل فيها، وفي ناس عندها شاي عالية. طب أنت بقى جيتي عند يعني الشريحة الكبيرة، معظم يعني أصحاب السمنة المفرطة معظمهم، خلينا نتكلم على الفئة الأساسية دلوقتي، الشهية العالية. أنا عشان أعالج الشهية العالية بالكورس ده ايه اللي بيتم؟ مبدئيا الشهية العالية ممكن تكون حد محب للاكل وبيخرج مع اصحابه وكل سلوكياتهم غلط فبياكل بره البيت وبيرجع تاني ياكل جوه البيت وده اسلوبه ودي طريقته، دي شهية عالية هنا بيزيد وزن. في حد تاني مريض نفسي، المريض النفسي الذي يعاني من الاكتئاب فهي علاج الاكتئاب والوقاية منه فاتح للشهية فبياكل كتير، ده شهية عالية وده شهية عالية. المفروض ان انا شخصت الحالة، المفروض تشخيص الحالة الشهية العالية بسرعة اجري على مادة فعالة. ايه محتويات الكورس ده؟ لازم تكون مادة فعالة من الفايبر، كل الدراسات الحديثة ل 2016 و 2017 و 2018 كلها بتقول ان اعلى انواع الالياف الكوجك والسيليوم، كل الدراسات الحديثة بتقول ده. ليه الكوجك والسيليوم؟ مش تحيز لنوع عشب معين، ولكن ايه بقى امتيازات العشب ده؟ المادة الفعالة العشبية اذا كانت من الكوجك او السيليوم الاثنين بيقفلوا الشهية، لان دي يعني فايبر عالي جدا، دي الياف عالية جدا، المعدة بتحتفظ بيها 14 و16 ساعة. طيب هل في مريض الاعشاب دي هتفضل في معدته 14 و16 ساعة، فين بقى الشهية هتكون موجودة؟ يبقى كده خلاص هو فقد شهيته. ما هنا بقى ليه انا ما بقولوش اعمل دايت؟ ليس من المنطق انه يكون شهية عالية وانا قفلتها له بفايبر واقول له اعمل دايت، خلاص طبعا
مفيش يعني مفيش داعي، مش هيعرف اصلا. خبير التغذية انا او فريقي، والحمد لله انا بضم لفريقي 33 دكتور ودكتورة دارسين تغذية، علم التغذية علم كبير جدا، من يتناول علاج الحالة ومن يقوم على علاج صحة الناس لابد ان يكون دارس تغذية. علم التغذية لازم يعرف بيتعامل مع مين وازاي ومشكلته ايه، وعلى حسب المشكلة بيتم ترشيح الكورس. الفئات العمرية تختلف والحالات الصحية تختلف، والطريقة لازم تكون فيها شيء من العلم، وان هو يرشح كويس الكورس المناسب اللي يخدم حالة الصحية اللي قدامي. طيب لو هنتكلم بقى عن العكس، يعني مش الشهية العالية، في ناس مشكلتها تقولك انا ما باكلش، طب انا بتخن ليه؟ ده يعتبر يعني او يسمى ايه؟ ده حرق ضعيف. ما هو انا دلوقتي زاد وزني عشان شهيتي عاليه، فانا قفلت الشهيه. طيب انا زاد وزني علشان انا باكل عادي جدا وبيزيد وزني. أوكي. لا انا عندي مشكله هنا داخل الجسم ما بيحرقش السعرات اللي داخلاله، وبناء عليه بيتكون عندي خلايا دهنيه. المفروض ان انا الكورس ده يعني من يعاني من ضعف في معدل الايض او عنده مشكله في الحرق لازم بسرعه انا اديله ماده فعاله حوارق. الماده الفعاله الحوارق المفروض تكون بنسبه تركيز عالي جدا، واعلى الاعشاب اللي بتعلي معدل الايض داخل الجسم هو الراسبري، ولازم يكون بتركيز عالي. يعني النسبه المصرح بها دوليا التركيز 6000، يعني ما يعادل 40 ثمره راسبري، وبناء عليه بنشط معدل الحرق داخل الجسم. كمان اديله دروبس يعلي معدل الحرق داخل الجسم. في ست تقول انا من العشرين للاربعين انا باكل بنفس الطريقه وليه انا النهارده زدت؟ هقول لها حضرتك علشان من بعد ال 30 لل 40 مع كل سنه بفقد القدره على حرق 50 سعر حراري، بناء عليه بتوصلي لل 40 وانت فاقده القدره على حرق 500 سعر حراري، فانت بتاكلي بنفس الطريقه ايوه، بنفس الكميه ايوه، ولكن عندك مشكله يا سيدات. هو ربنا خلقنا كده، مع احنا الحرق عندنا بيقل تدريجيا من بعد ال 30، فلازم اعلي معدل الايض. يزداد الوضع سوء اكثر مع المراه من بعد انقطاع الدوره الشهريه. انقطاع الدوره الشهريه يعني هرمون الاستروجين عندها تلخبط، بيبقى فالهرمون ده لما يعني بيحصل له لخبطه وتدهور داخل جسم المراه بيزيد وزنها حوالين الخصر، فلما تبص تلاقي انها منطقه البطن والخصر بقى زاد الخلايا الدهنيه يأزمها نفسيا طبعا. فلازم انا ادور انا بعمل ايه مع مين، يعني الحاله الصحيه ايه والسن ايه والمفروض مشكلتها ايه، وابتدي اعمل بلان كده ويبقى له يعني اكثر من محور وامشي على المحاور دي واحللها مشكلتها. طب بصي بقى يا دكتور، احنا جات لنا اسئله كتير على صفحه دكتوره دعاء على الفيسبوك. أي. اوكي طيب ليه احنا مش عارفين هل في علاج للسمنه الموضعيه ولا لا؟ فانا بقى عايزه اكد لكل اللي بيشاهدنا دلوقتي، هل في علاج للسمنه الموضعيه ولا لا؟ طيب ده نوع اخر على فكره، يعني الحرق المتضرر ده حاجه، الشهيه العاليه حاجه، حد تاني ست راضيه عن جسمها بس عندها مشكله في البطن. يعني دي ابعد ما يكون عن الكورس اللي يخصص از اول يعني از توتال الجسم. أوكي. المفروض ان انا اعمل ايه؟ بسرعه ادور على ماده فعاله تعمل على نحت القوام. انحت القوام ازاي؟ يعني بماده فعاله من اوراق اللوتس، من الكريز، من الكروميوم. ممكن ولابد ان يحتوي هذا الكورس ايضا على نسبه حوارق عاليه، معنى ان انا عندي دهون في مكان دون الاخر، يبقى انا عندي ديفو داخل الجسم ده بسرعه اشتغل عليه، اكسر الخلايا الموجوده في مكان دون الاخر بماده فعاله من الراسبري، ماده فعاله من اوراق اللوتس والكريز، تعمل على رسم شكل الجسم، تعمل ريشيبنج للجسم. فالمفروض ان ده كورس مختلف، الحالة الصحية تختلف بس بيعالج طبعا. وعشان كده في سؤال مهم قوي يمكن برضو فريقي بيسأله لمن هو يعاني من زيادة وزن، تقول لها أماكن تراكم الدهون، لازم تسأل السؤال ده علشان بناء عليه هتقول لها مثلا في البطن، في حد هيقولها في الجسم كله، فالتعامل هيختلف. لذلك مش عايزه اقول للناس يعني ما تزهقوش من الاسئله، علشان بناء على اجابات الاسئله دي يتم تشخيص الحاله وترشيح الكورس. والاهم من ده مع المريض، إذا أنا شخصت كويس، يعني إيه شخصت كويس؟ يعني حددت بالظبط إيه المشكلة اللي عند مريضي، وبناء عليه يتم ترشيح الكورس اللي يتمم عملية النجاح مع مريضي إيه؟ متابعة جيدة، لازم يكون في دكتور قاعد مستني سؤالك كل أسبوع، بتوزن نفسك، بتوزن نفسك في الصيدلية جنب البيت بسرعة، بتبلغ دكتورك أنت نقصت من الوزن قد إيه طول الأسبوع، وعلى مدار الشهر بيكون في متابعة 4 مرات، بناء عليه أنا عارفة إيه الكورس المناسب للشهر اللي بعده.
الحلو يا دكتور في يعني في الكورس ده ان دايما يعني اللي بيبعت مسجات بنساله او بنحب احنا كمان نتابع ان انا مش بعمل دايت. لا لا مفيش دايت. انت فعلا ما بتعمليش دايت لاي شخص اذا كان بقى يعني نسبه الحرق قليله، اذا كانت الشهيه عاليه مفيش دايت. الماده الفعاله تخدم الحاله الصحيه. طيب هل بقى الماده الفعاله دي معاها فيتامينز؟ لان انا بخس طبعا، فبالتالي وشي هيتهدل. انت بتلعبي بقى على النقطه دي برضو؟ اكثر ما يتضرر عند الناس اللي بيفقدوا وزن بسرعه، بتلاقي البشره بتخس مش في رونقها، الشعر يتساقط. اذا حصل ده مع المريض اللي بيعاني من زياده وزن هيقول انا راضي عن نفسي كده، بس ما مش كل اللي يشوفني يقول لي مالك تعبان ليه، ودي بتضايق الست جدا. فبسرعه لازم الكبسوله تحتوي على ايه؟ نسبه عاليه جدا ومركزه من فيتامين سي، علشان فيتامين سي يدي نضاره للبشره. لازم تكون فيها بي 6 بي 12 علشان الشعر والبشره عندي لا تتضرر. لازم يكون فيها مينرالز، لازم يكون يعني ليه دايما بيتقال ان ده مكمل غذائي؟ مكمل يعني كبديل او كمعوض غذائي، مش عشان اصلح شيء وافقد وزن بسرعه يتضرر شيء تاني داخل الجسم. النجاح هنا نجاح، لازم يخس المريض بصحه، ولازم اما يخلص ويفقد الوزن الزايد ليه يبقى انا غيرت له حياته للافضل مش للاسوء. حضرتك كنت صاحبه مبادره مصر بلا سمنه، عايزه تقييمك يعني وصلنا لفين؟ نسبه قد ايه من الناس يعني الموضوع ده فرق معاها؟ ما شاء الله من شهر واحد انا شغاله انا وفريقي على مبادره مصر بلا سمنه، ما شاء الله ما شاء الله معانا حالات كتير جدا خست. ويقدروا الساده المشاهدين يدخلوا على صفحتنا هيلاقوا بيفور اند افتر كتير جدا ما شاء الله. كمان اللي انا سعيده بيه جدا ان اكثر استجابه للمبادره من الشباب، يعني على الصفحه برضو الساده المشاهدين هيشوفوا كان معايا محمد فقد 45 كيلو، فمحمد له جروب اصحاب له صاحبه ادري، فادري فقد 62 كيلو، لهم صاحبهم كمان اسمه محمود ففقد 50 كيلو. ما غيروا من بعض بقى، انا شايف ان شكله اتغير بقى بيلبس حلو طبعاً. الموضوع اختلف تماما. والثلاثه من شربين ما شفتهمش، ولكن تفاعلوا مع الصفحه، دخلوا الفريق عندي متابع جدا، ناس محترم، مش اي حد يقول انا عندي فريق وبيتابع الناس تصدق. انا عندي فريق متابع جيد دارس، وده الحمد لله تم تكريمنا في اكتر من مهرجان. الحمد لله الحمد لله الاستجابه عاليه جدا من قبل الشباب لمبادرة مصر بلا سمنة، ناس كتير فقدت معانا وزن، أنا إلى حد الآن الحمد لله يا رب راضي عنها. طيب لو أنا عايزة كمان يعني أخلي المشاهد دلوقتي يطمن أكتر، حد عنده مثلا مناسبة، حد عنده فرح، عايز أعرف خلال الشهر هو بيخس قد ايه؟ من 8 ل 12 كيلو، انا دايما اقول كده، ولكن عندي ناس فاقده 17 15. ليه يا اميري؟ لو انا قلت لحد ان انت في نهايه الشهر هتخس 15 كيلو وجه خس 10 كيلو هيتضايق، لكن لو قلت له من 8 ل 12 وفعلا اتوفق وخس اكتر فهيبقى عنده الحافز اكتر. فيعني انا معايا ناس كتير خس 15 و14 و12 كيلو و8 كيلو، ولكن الصح من 8 ل 12، ده يعني كل المقاييس بتقول كده من 8 ل 12 كيلو. عروسه مثلا خلاص فرحها في الصيف، المشكله الصيف معانا مش عروسه بس على فكره احنا كلنا بيجي الصيف بنبقى من الاكل. لا مش بالعكس، في الشتاء بناكل كتير والناس بتتفاجئ بعد بقى تغيير اللبس والجواكت اللي مستخبيين فيها خلاص، فيبتدي يقول ايه ده انا حصل لي ده ازاي؟ حصل لك طول الشتاء لما حضرتك درجه حراره جسمك غير درجه الجو، واتفاجئت في نهايه الشتاء ان انت وزنك زايد. لا بسرعه يبداوا من دلوقتي علشان خلاص يعني الصيف قرب يعني. طب لو انا بقى السؤال القوي جدا واللي انا لازم يعني عايزه من حضرتك تجاوبي عليه بدقه بقى، كلنا بنيجي نخس وفي وقت بنثبت الوزن وبزهق وبعدين ببطل اللي انا بعمله. طيب ده ليه حل برضو؟ موضوع البلاتو اللي هي ثبات الوزن اللي بيحصل مع، عايز اقول لك انه بيحصل لشريحه كبيره جدا ممن يفقد وزنه. ليه؟ جسم الانسان الدهون بتكلم بعضها فيه، فالدهون الاحاديه والثنائيه بتنزل في بدايه التخسيس، في بدايه فقدان الوزن. فتبتدي تتراجع لورا الدهون الثلاثيه اللي موجودة، اللي هي الدهون المترابطة المتماسكة الموجودة داخل الجسم ذات العمر الطويل. أما بينزل الأحادية والثنائية بتفضل عندي الثلاثية، ودي ثبات الوزن. بعمل معاها إيه؟ لازم أديها مادة فعالة مركبة من الحوارك
تكسر الخلايا المترابطة المتماسكة دي وتنزل بسهولة. ولكن ثبات الوزن وارد جدا انه يحصل تقريبا لكل من بيفقد وزنه. انا مش ساحرة وما اقدرش اقول ده ما بيحصلش معايا، لا بيحصل لان ده علميا موجود. اوكي. ولكن علاجه كمان موجود، موجود الكورس المكثف اللي بيحتوي على حوارك عالية جدا، وطبعا على حسب الحالة الصحية، محدش يدخل يقول انا عايز العرض ده، عندي عروض ولكن انا اللي بحدد انا وفريقي ايه اللي يتناسب مع الحاله الصحيه وايه متطلباتها وايه اللي هيخدمني في نجاحي انا مع حالتي دي ووصلها لفقدان الوزن. طبعا. طب لو هنتكلم يا دكتور عن النقطه اللي كل الناس برضو عايزه تعرف الحل فيها، هل انا ممكن اخد الكورس ده لمده كام شهر ولا حضرتك بتغيري الكورس على حسب بقى الحاله؟ يعني هو وصل لفين؟ جبتي نقطه مهمه جدا. في ممكن في ناس، خلينا نتكلم على ارض الواقع. اوكي. حد بيعاني من شهيه عاليه واول كورس كان الياف وقفلت له الشهيه وهو مبسوط قوي، انا ده الكورس اللي انا خسسني من 8 ل 10 كيلو ونجح معايا، فمعلش انا عايزه تاني. لا مش انت اللي عايزه تاني. ليه؟ علشان المفروض ان انا بخاف يحصل له بلاتو، فبسرعه ادخل حوارك كمان مع الكورس الجديد. انا اللي بحدد، وتغيير الماده الفعاله حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، علشان كده انا ببقى عايزاه يخس معايا بسيمتريه. لا طبعا بغير الكورسات، وفي حالات لا تتطلب تغيير الكورس ولكن التحديد من قبلي انا وفريقي. طيب احنا عارفين صفحه حضرتك على الفيسبوك اسمها دكتور دعاء سهيل. طيب قولي لي بقى، اقدر من اي محافظه اتعامل معاكم والحاجه دي او الفيسبوك يا ميري؟ هو لو في اسيوط دلوقتي طبعا وفي جميع انحاء الجمهوريه، هو بيدخل بيتسال الاسئله اللي انا بيها، بيبقى عندي باك جراوند عن مريضي، عباره عن ايه مريضي، بيعاني من ايه مريضي، اسباب اللي دفعته لزياده الوزن، سنه ايه، حالته الصحيه ايه، الهيستوري لدى البيشنت بتاعي ايه، كل ده انا بعرفه من مجموعه من الاجابات، بشخص الحاله وببعت الكورس عن طريق شركه الشحن لكل انحاء الجمهوريه. نجاح الكورس ده خلى الناس لما بتشوف حد متابع مع حضرتك وخاسس 60 كيلو كده ان ده عامل عمليه؟ لا لا قولي لي بقى، يعني عشان الناس، عشان الدكاتره زملائي، بس انا ليست ضد العمليات الجراحيه ابدا، ولكن اذا تطلبت الحاله الصحيه كده، اذا كان الحل الوحيد لكده، انا ليست ضد، يعني ليست ضد لا جلسات ولا عمليات جراحيه، ولكن انا بقول الحاله الصحيه تتطلب ايه. يعني انا لو عملت دايت كتير وفشلت وخدت أدوية كتير وفشلت وخلاص أنا متضرر ومتأزم وحالتي الصحية متدهورة بسبب زيادة الوزن، اتفضل اعمل عملية. ولكن المفروض في البداية بلجأ لمن هو دارس تغذية وبيرشح لي الكورس، والحمد لله احنا ما فيش حالات احنا فشلنا معاه، 7 سنوات من في مجال التغذيه. فشل ايه يا دكتور؟ انت 50 كيلو ما شاء الله، 60 كيلو، واحنا بنسمع ارقام كده الناس كانت بتبقى اخرها 10 كيلو وبعدين بيرجع تاني ادخل من الاول. لا لانه بيكسر ما بيقفش، لاني بعرفه ان لازم التثبيت، لازم بعد فتره فقدان الوزن، وبعدين كفايه انه مش محروم. يعني مش محروم من نوع اكل، انا بس بنظم له مواعيد اكله، بديله الجرعات المناسبه لحالته. أوكي. المفروض ان بعد 7 مساء ما بياكلش، ثقافه العصاير الفريش يدخلها شويه في حياته. طبق السلطه لازم يبدا بيه الغدا ويكمل من الموجود، ما فيش نوع اكل هو محروم منه. ولكن بنسب قليله معتدله، النسب القليله المعتدله انا ما حد اللي يسمعني دلوقتي ما يقولش ايه طب ما انا ما لا حضرتك مش هتكون صاحب الكنترول على الشهيه، كبسوله هي اللي هتقنن ده، وعلشان كده ما بيلاقوش صعوبه. ما فيش دايت من الاخر، لا مفيش، لا يعني ما فيش المشكله اللي هي اصلا مأزماك، هو الانسان لو مش هعمل دايت باعتدال وكل بطريقه معتدله واكل في الاوقات اللي المفروض ياكل فيها، ودايما مرارا وتكرارا انا اقول ايه، ما تاكلش مساء، يعني دايما كل ولكن في الساعات النهاريه وليست الليليه. ليه النهاريه وليه مش لا الاكل بالليل؟ الموضوع مش افتكاس، الموضوع موضوع علم، ان الغده الدرقيه بتفرز الهرمون القادر على حرق سعرات الفرد في الساعات النهارية وليست الليلية، ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده. فاستفاد حضرتك من الهرمون اللي بتفرزه الغدة الدرقية عشان حرق سعراتك، فكل الـ3 وجبات على مدار الساعات النهارية. إذا جوعت بعد 7 مساء كل فاكهة بأي كميات فيما عدا العنب، البلح، المانجا، التين، ولكن الممنوعات دي ليست ممنوعات على الإطلاق، ولكن ممكن مرة في الأسبوع. أنا مش محجمه مريضي او حطاه تحت ستريس ان انت ممنوع تاكل كذا، او ان هو حاسس انه مقيد، او هو منبوس في البيت واكل الاكل ده لوحده علشان هو بيفقد وزنه، انسان طبيعي جدا
يعني دي المعادله الصعبه، ان انا مخسسه شريحه كبيره جدا وبدون دايت. طيب في نقطه بقى مهمه جدا، دايما الناس بتبقى واخده فكره عن الاقراص او اذا كان الكورس بتاع التخسيس ان هو بيقلب المود او بيخليني مكتئب. عايزه بقى اطمنهم، لان في ناس بتهرب من الموضوع تقول لك لا انا هفضل طول اليوم متنكده، انا هفضل ما اعرفش ازعق في مين. يعني انا حريصه كل الحرص على ان الماده الفعاله التي يحتوي عليها الكورس تكون ماده عشبيه بحته، بلس ان في كل كورس نسبه عاليه جدا من ماده الفولينج. ماده الفولينج دي ده عشب الفولينج، ده بيعمل على تحسين الحاله المزاجيه، بالعكس ده بيكون بيخس وهو مبسوط. انا يهمني نفسيه مريضي، لانه لو تضرر انخفض عنده هرمون السيروتونين وده هرمون السعاده، وارتفع عنده هرمون اخر وده هرمون النقيض، بيكون ده المسؤول، الهرمون الليبتين ده مسؤول عن الجوع. فاذا تضرر نفسيا زهق توتر قلق عصبيه كل ده يدفعه ان ياكل، يبقى انا كده فشلت مع مريضي. ولذلك بحرص كل الحرص ان الماده الفعاله القائم عليها الكورس ده تكون ماده عشبيه طبيعيه ليس ليها اي سايد افكت. لو انا عايزه برضو اخلي الناس تبقى عارفه انا من امتى ممكن اتعامل مع الكورس، يعني سني، هل السن بيفرق؟ من 16 سنه، 16 مفيش 15. اي ضرر، ما هي ماده عشبيه طبيعيه. طبعا ما انا دايما بقول الحالات الصحيه تختلف والفئات العمريه تختلف طبعا، وما يتناسب مع ال 14 وال 15 مش هو ده اللي يتناسب مع ال 50 مع ال 60 مع ال 70. يعني حضرتك تقصدي ان ده كل حد وليه كورس؟ طبعا ده غير ده خالص بالسن. طبعا الماده الفعاله تختلف على حسب الماده، على حسب الفئه العمريه. طيب عايزين بقى حضرتك تطمني كل اللي بيشاهدنا دلوقتي، انا ازاي بصوره سليمه وصحيحه اتعامل مع حضرتك؟ يعني ما يبقاش في غش، ما حدش يضحك عليا بصفحه ثانيه، اتعامل ازاي؟ صفحتي اللي مفتوحه دلوقتي على البرنامج، صفحتي دي عليها ارقامنا، ارقام فريقي كامله. أوكي. واذا في حد عايز يتواصل معايا انا شخصيا مثلا يطمئن ان ده من فريقي، بيقدر يوصل لي. انما الصفحات اللي بتسمي نفسها انها تبعي او كده ماليش اي علاقه بيها. لو هي صفحتي دي تقدر تكلمني، يعني تقدر توصل لي. طبعا ده فريقي وارقامي، وهتلاقي كمان على الصفحه حلقاتي. يعني عايزه اكلم بقى حضرتك في نقطه مهمه جدا، دايما البنات بيبقى عندها مشاكل غير ان هي يعني مليانه شويه، لا اول ما بتتجوز بيكون مثلا في تاخر انجاب بسبب السمنه المفرطه. اقدر انقذ معاها الموضوع ازاي؟ احنا عارفين الموضوع ده بيبقى حساس قوي. ما هو انا دايما اقول السمنه بوابه لكل الامراض، ودي كانت المبادره اللي قبل مصر بلا سمنه. زياده موضوع الانجاب بالنسبه للست بتبقى زياده الخلايا الدهنيه في منطقه الخصر، تمام، البطن. بيبقى في خلايا دهنيه بتعملها تكيس مبايض. تكيس المبيض لازم علشان انا يعني اشيل بيبي لازم يكون ما عنديش خلايا دهنيه في المنطقه دي. فبسرعه انا بديها كورس حوارك، على حسب كمان تكون ممكن يكون معاها شهيه عاليه، بفهم حالتها ايه. والحمد لله معانا ناس كتير جدا في 2018 كانت مش عارفه انها بسبب تكيس على المبيض، الحمد لله فقدت وزن والحمد لله خست معانا. والموضوع سهل جدا، موضوع علم التغذيه علم يعني علم كبير، ما سابش اي حاجه، كل المشاكل بيحلها. وعلى فكره مشكله الانجاب لا تتوقف على السيده فقط، يعني كمان الرجل اللي عنده زياده وزن بيبقى عنده مشكله في الاداء الجنسي، يعني فده بيبقى غلط جدا. فلازم كمان هو بسرعه يعني يجري علشان يفقد وزنه، الخساره في الوزن مكسب في الصحه. مين اكتر ناس يا دكتور بتتعامل مع حضرتك؟ يعني انت قلتي فئه الشباب. طيب لا والله كل قولي لي بقى. ما انا عايزه اتكلم في نقطه طبعا. في سيدات كتيره قوي مسنات وقاعده في البيت وبسبب السمنه الركب بتبقى عايزه تتغير، مشاكل في العظام، فقرات الظهر، بتتعاملي معاهم ازاي؟ بيبقى ليهم معامله معينه؟ اكيد ليهم معامله خاصه. خلينا نتفق ان الف ب دكتور انساني، يعني لازم اكون نقول العلاقه المهنيه التي تجمع ما بين المريض بالدكتور، لازم يكون في ارتياح، حاسس بمشكلته فيهدي له نفسيته فيفهم مشكلته ايه. طبيعي جدا ان من بعد الخمسين الستين السبعين اكثر ما يتالم من زياده الوزن داخل الجسم هي العظام، ومعروف ان بنك الكالسيوم داخل الجسم هي العظام. طبعا. طيب انا عندي مشكله دلوقتي بزياده الوزن، يعني نقول على سبيل المثال حد طوله 160 وزنه 100، هل ربنا سبحانه وتعالى خلق العظام اللي تشيل يعني 60 كيلو باريحيه هتشيل ال 100 كيلو باريحيه؟ اكيد لا. لا طبعا. في ماده ما بين العظام وبعضها
الماده دي بتعمل الليون او الحركه و... و... وبسبب ان وجود الماده دي ما بيحصلليش انا الام ولا خشونه. لما بيزيد الوزن العظام بتضغط على بعضها فالماده دي بتقل، فمن هنا خشونه، الام في العظام، الام في المفاصل. دايما السيده اللي بتعاني من زياده الوزن في الجزء السفلي من الجسم عن زاويه من العلوي بيتألم آخر فقرتين في العمود الفقري. بدل ما ناخد مسكن للعظام ونكشف عظام، حضرتك عارفة إن السبب الرئيسي هي زيادة الوزن، بسرعة بتخلص منه. ومعايا الحاجة شبكات خسة، يعني ما شاء الله سنها وربنا يا رب يديها الصحة، 69 سنة، خسة معايا 40 كيلو وظهرت بيها في العديد من البرامج في العديد من القنوات يعني، وكانت متضررة جدا من زيادة الوزن لدرجة إن وهي في العمرة ما كانتش عارفة تصلي، مش قادرة تقوم طبيعي جدا، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وربنا يديها الصحة الحمد لله تمام النهارده. ربنا يدي حضرتك الصحة لأن أنت سبب سعادة الناس كتير جدا، وأنا مبسوطة أن أنت نورتينا في فقرتنا وبشكرك طبعا. نشكر دكتورة دعاء سهيل، دبلومة وماجستير التغذية العلاجية، خبيرة التغذية العلاجية، صاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، صاحبة وفكرة التخسيس أونلاين. وأنا كمان بشكركم، أشوفكم على خير إن شاء الله.